مرحبا، هذا الفيديو مش بس للبنات، لكل حدا needs to improve his skills, his productivity, his efficiency او hair طبعا. ف this is the top 10 points بتساعدك انك انت to improve yourself من ناحية المهارات العملية او productivity او الانتاجية في العمل. جاسر مصطفى ونو مور. خلينا نبدأ. النقطة الأولى بحب أبلش فيها دائما، خد بريك. يس، خد بريك بأي حالك. إذا أنت في وقت محتاج فيه إنك أنت تاخد بريك، هاي نقطة لازم تآمن فيها وتعرف إنه هي فعليا راح تأثر على البرودكتيفيتي والإفيشنسي تبع خطوتك. النقطة رقم اثنين في شغلك، دائما إنك تتعود تحط مايلستونز معينة ومحددة وتكون لوجيك، تكون منطقية، لا هي مطمطة كثير ولا هي مضغوطة على الآخر، تكون لوجيك. محتاج ديسيبلين أو خلينا نحكي تاسك، محتاج يومين شغل، حط لحالك يومين ونص علشان إنك ما بتعرف شو الريسك اللي it might show وإنت تشتغل. فدير بالك وحط مايلستونز معينة أو قاعد إنك أنت لازم تخلص فيها التاسك وتنتقل منه للتاسك اللي بعد. والنقطة رقم ثلاث، نقطة جدا مهمة جدا جدا مهمة، حاول إنك أنت تتلافى وتبعد عن أي إشي ممكن يعمل لك ديستراكشن ويشتتك ويقاطعك خلال عملية البرودكشن لا التاسك اللي انت تشتغل فيه. موبايل، انترنت، اكل وشرب ومش عارف ايش ما له داعي. يعني حدد الوقت بالضبط اللي تشتغل فيه وبعد هاي الديستراكشنز او الاوبستكلز عنك علشان تقدر تنجز التاسك اللي انت حاطط له مايلستون اللي حكينا عنه قبل شوي. النقطة رقم اربعة مرتبطة بالنقطة اللي قبلها، حاول انك انت تتعلم بصورة كثير بروفيشنال كيف انك انت تدير الأشياء اللي ممكن تشتتك، تطلع لك فجأة وتشتتك، إيذر هي obstacles، أشياء تعمل لك distraction، whatever شو هي. مثلا ممكن حتى مديرك يجي يطلب منك إشي ما له علاقة بالتاسك اللي انت تشتغل عليه، أصحابك في العمل يلا خلينا نطلع ناخد لنا بريك مثلا نطول شوي في البريك وإلى آخره ونروح على مكان بعيد، أو مثلا نشغل أشياء نتسلى فيها. ممكن تسوي هدول الأشياء، بس إذا أنت كنت مضطر إنك أنت تركز 100% في التاسك لأنه لازم يخلص في الديدلاين المعين، حاول إنك أنت تتعلم how to manage these obstacles أو distraction events اللي ممكن تطلع معك خلال عملية الشغل. النقطة رقم خمسة من النقاط اللي كثير مهمة واللي أنا مرات شخصيا صراحة بقع فيها، حاول إنك أنت تكمل التاسك اللي في إيدك from scratch during the production until you rank it as completed أو done. ما تترك ولا إشي مش خالص، ما تشتغل 50% من التاسك وتنتقل لغيره وغيره وتروح على distractions وإلى آخره، خلص التاسك لحد ما يصير دن. والنقطة رقم ستة، اشتغل كثير منيح على موضوع التواصل الفعال effective communication. شو يعني effective communication؟ effective communication يعني انك انت توصل لمرحلة انك انت توصل المعلومة اللي بدك اياها بصورة 100% understood clear، مفهوم 100% للشخص اللي قدامك، تأكد انه هو yes فاهم علي انا شو عم بحكي. On the other hand إنه الشخص اللي قدامك لما يوصل لك المعلومة أنت شخصياً توصل لنسبة 100% فاهم تماماً إيش الرسالة أو المسج اللي بيوصل لك من الشخص اللي قدامك. وإذا أنت أو هو مش فاهمين حاولوا تسألوا أسئلة، حاولوا تعملوا المواضيع كلها تكون clear 100% لمصلحتك ولمصلحته ولمصلحة الشغل والتاسك اللي أنتوا قاعدين تعملوا. والنقطة رقم سبعة معروفة إنه جاسر دائماً بحكيها في أغلب الفيديوهات اللي لها علاقة في الديفلوبمنت، حاول كل يوم تتعلم إشي جديد، كل يوم إشي جديد أو أتليست جزئية جديدة إلها علاقة بالشغل اللي أنت بتشتغله أو التاسكس اللي أنت بتعملهم أو اللي you are expecting إنك أنت تصير تعملهم أو اللي هم على جدول أعمالك القادمة أو إشي أنت عارف ومتأكد إنك أنت ما بتعرف تعمل. كل واحد فينا عارف 100% وين السترينجث تبونه وين الويكنسز تبونه، فاشتغل على الويكنسز كتير منيح وديفينيتلي ضلك راجع السترينجث الموجودة عندك اللي هتساعدك تماما انك انت تكون متميز بالشغل اللي بتعمله to boost your productivity و efficiency to the maximum possible. رقم تسعة من النقاط الكثير مهمة، حاول انك تبعد قد ما تقدر عن المالتي تاسكينج، تعمل اكثر من شيء وقت واحد، وخاصة البنات يعني مصدقين فكرة انه we are multitasking creatures وبنقدر نعمل اكثر من شغلة مع بعض. نصيحة، ما تحاول تعمل المالتي تاسكينج بيرفورمانس، حاول انك انت تو فوكس، تركز
على one single task، التاسك اللي تشتغل عليه، أو التاسك مع الأشياء المرتبطة فيه، ولا تحاول تعمل مالتي تاسكينج لحتى تزيد الافشنسي والبرودكتيفيتي وتخلص التاسك وتنتقل بعدين للي بعده سويه براحتك. والنقطة رقم 10، حاول انك انت تخطط كثير منيح لشغلك وتدير شغلك بشكل كثير منيح وتحدد أولوياتك. بلان، مانج، وبريورتايز، هدول ثلاث شغلات إذا بتعملهم فأنت رتبت أولوياتك من ناحية التاسكس اللي أنت راح تعملهم والنيدز والإنبوتس اللي أنت محتاجهم والبروسيسز اللي لازم تشتغل فيها والأوتبوتس أو الريزلتس اللي أنا دائما بحكي لك keep the end in mind. فأنت مخلي الأوتبوتس في بالك وعملت لهم البروسيسز المطلوبة اللي لازم تصير على الإنبوتس ورتبت أولوياتك، لأنه ما حدا عنده تاسك واحد يشتغله، يوجولي أي جوب يحتاج more than one task لحتى نعمل. علشان هيك احنا كنا already عملنا breakdown structure للtasks اللي احنا بنعملهم وعملنا prioritizing، يعني عملنا البلان، طلعنا تاسكات، رتبنا اولوياتهم، بلشنا بالاول we are managing انه نخلصهم كلهم. هاي نقطة جدا مهمة لتزيد your productivity. اذا عملت هدول العشر نقاط عشرة او جزء منهم بضمن لك 100% انه your efficiency, your performance, your productivity will be more than what you have used to observe. تكون أكثر من اللي أنت متعود أنك أنت تشوفه من حالك. ولهون بقدر أحكي لك سلام.